أعزائي متابعي بوابة الفجر الإخبارية من ميدان المحافظة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بنشوف توافد الآلاف من المواطنين لدعم القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الهوية الفلسطينية. بنشوف مع حضراتكم الآلاف داخل الميدان من كل مكان في محافظة الدقهلية، جايين على ميدان المحافظة بمدينة المنصورة، وهو ادي مجموعة من الشباب جايين للميدان لسه واصلين. أعزائي متابعي بوابة الفجر من قلب ميدان المحافظة، بنشوف الحشود اللي بتتوافد الآلاف من الشعب واصلين. لدعم قرارات الرئيس ودعم القضية الفلسطينية ودعم قرارات الرئيس لعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. عملوا شارع، عملوا الدار، عملوا الدار.